السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي نجمة تيفي أينما كنتم وحيثما وجدتم نرحب بكم. جمعية أرز لحماية البيئة والتنمية المستدامة تعود إليكم بعمل جديد من ولاية خنشرة تحديدا. وفي هذه الورشة، ورشة الفنان فؤاد بالله صاحب جمعية لمسات الفنون التشكيلية التي لامست القمة بإبداعها في الفن التشكيلي، عمل محلي وعمل وطني وكذلك أعمال دولية. ولمعرفة المزيد حول هذه الجمعية وحول صاحبها وحياته الشخصية وأهم الأعمال كذلك التي قام بها، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. كان متميزا ومبدعا منذ طفولته في كل عمل يقوم به، ولديه العديد من المهارات الفنية التي أتقنها بكل حرفية أهلته ليكون فنانا تشكيليا يخوض غمار الفن ويشارك في كبرى المعارض المتخصصة داخل وخارج الوطن. فؤاد بلاع رئيس جمعية لمسات للفن التشكيلي أسسها ليطور من هذا الفن العريق في ولايته ليستفيد منها كل ملهم وعاشق لهذا الفن. تميز بموهبة خارقة في ترجمة الطبيعة على لوحاته الزيتية، معتمدا على موهبته الفذة واثقا في قدراته وطامحا في أن يحوز شهرة يعتقد أنه يستحقها. وش قدمت؟ وش راح نقدم الأجيال اللي راهي جاية؟ لأنه كي نكون نخدم أنا الأجيال اللي جاية، أنا ما نحبش نكون فؤاد بيكاسو، ويشرفنيش إني نخدم اسم مستعار ولا اسم وحدة، أنا نحب نكون فؤاد، فنان فؤاد، وش دار فؤاد؟ وش خلى الأجيال؟ إن الفنان التشكيلي فؤاد بلاع مارس تأثيرا بالغ الأهمية في جهة تطوير وتنمية الحس الجمالي في الفن التشكيلي، حيث تؤكد إبداعاته الفنية من خلال عشرات اللوحات والتصميمات الفنية على أنه صاحب ريشة حالمة في الأفق البعيد تحاكي عالم الطبيعة والخيال، يستشف من طاقته الإبداعية الدفينة ومخزونه الثقافي والفكري والروحي، ويصوغها أحاسيس بحركة ولون على اللوحة البيضاء تثير المشاعر وتدهش العيون، فتغدو لوحة يتباهى بها في المعارض والصالونات داخل الجزائر وخارجها. إذن بعد ما تعرفنا على الحياة الخاصة والحياة الشخصية للفنان فؤاد بلاع وتعرفنا على جمعيته جمعية لمسات، إذن فناننا القدير لنا أن نتعرف يعني على أهم المدارس التي تتبعها من خلال فنك التشكيلي. أهم المدارس في الفن التشكيلي اللي نتابعها، أنا نميل بزاف المدرسة الانطباعية، نجسد بالأخص الملامح الأمازيغية، مختص في رسم الملامح الأمازيغية والموروث الفني الأمازيغي، يعني نميل بزاف ثاني لموطيف بربر لأنه الاختصاص نتاعي وفي رسالة تخرج في اللوحة الفنية. كنت دائما نروح نبحث على الملامح الأمازيغية، نبحث على الموطيف، نبحث على الألوان باش نخرج الباليت نتاعي خاصة بي أنا. كذلك عندي بعض الأعمال اللي نحبها هي تروي دائما الموروث الفني الأمازيغي، موجودة هنا كما راك تشوف في كتاب الفنانين الشرق الجزائري. هذا الكتاب كان في عاصمة الثقافة العربية سنة 2015. أهم المشاركات اللي كانت لي خارج تراب الوطن، مشاركات في ملتقى الشباب العربي للإبداع الفني، كنت بجمعية ندير عقد اتفاقية وأنا اللي كريت هذا الملتقى، سميته ملتقى الشباب العربي للفن والإبداع. كذلك في لبنان في مدينة إهدل، في الأردن يعني مؤخرا في سومبوزيوم المكان في تونس الشقيقة، قمت بعمل فني وهذا من أنا حاليا نشوف فيه من أشهر الأعمال الفنية تاعي، لأنه سوقته خارج الوطن العربي المتواجد حاليا بملاقا. نشكر دائما كل من ساهم معنا من أجل إنجاح التظاهرات اللي ذكرتها المغاربية والعربية وحتى الدولية. هذا ويرى الفنان المبدع فؤاد بلاع
أن هناك الكثير من المواهب الحقيقية المهمشة، وأن هذا الفن أصبح مؤخرا يمضي في طريق الوصول للجميع، لائما قلة الدعم للمواهب وأصحاب الفن الهادف.